كمان لقطة امبارح كانت حلوة جدا، كان عرضنا الفيديو ده كمان مع كابتن اسلام بالليل، لكن مهم ان احنا كمان نعرضه لحضراتكم النهارده، ومهم ان احنا نتكلم عن اللقطة دي. هي لقطة الاحتفال ب يعني محمد شريف وعيد ميلاده، هم عيد ميلاده كان امبارح، هو في يوم حلو بقى يعني ذكرى لن تنسى. احلى عيد ميلاد يعني ميلاد محمد شريف وفوزنا الحمد لله كمان في كأس العالم للأندية يعني. فأعتقد ان كانت حلوة الفرحة، او كانت زي ما بتقال فرحتين يعني، لو لا قدر الله ما كناش يا كريم فوزنا او جبنا النتيجه المرجوه اكيد ما كانش هيبقى الاحتفال بهذا الشكل، ما كانش هيبقى في احتفال اصلا. بس الحمد لله ان انت فزت، في نفس الوقت انت كمان بتحتفل بعيد ميلاد واحد من نجوم النادي الاهلي محمد شريف. الفيديو يعني لطيف طبعا، هو المفروض ان هو ليه صوت انا مش عارفه، بس هما كانوا بيغنوا كانوا بيهزروا كانوا بيحتفلوا بيه، يعني كانت كلها مشاهد حلوه. اصلا الروح جميله ما بين اللعيبه، ودي مش اول مره نشوف الروح دي متجسده كده في تعاملاتهم مع بعض وفي كلامهم عن بعض، وعلى فكره وفرحه كل واحد فيهم بالهدف اللي غيره احرزه، ودي برضو من السمات اللي دايما بنشوفها، او من الـ يعني اللقطات الجميله اللي دايما بنشوفها مع كل اللعيبه. وارجع اقول لحضراتكم بصفه خاصه كهربا مع كل هدف بيسجله، مثلا قفشه، او مثلا محمد شريف لو نفتكر المره اللي محمد شريف احرز فيها الهدف رقم 50 مثلا بفانيله النادي الاهلي، اول ما كان ماسك محمد شريف التيشيرت المكتوب عليها جول وتحت منه رقم 50، كهربا كان مجرد فرحان بالهدف، لكن لما ادرك وقرا اللي مكتوب على التيشيرت فرح فرحة أكتر بكتير من محمد شريف نفسه. وتاني دي ترجعنا لحتة الروح الجميلة اللي ما بين اللعيبة، واللي ربنا يديمها يا رب إن شاء الله. شايف بقى النقطة في حاجة تانية، يعني تخيل أنت بيحتفلوا بعيد ميلادك كده. يعني أنا ما بحبش أبدا النوعية دي. هما لزاز جدا. طبعا. لزاز ودمهم خفيف، ولما بيبقوا كمان بالذات مع فرحة كبيرة زي كده. أكيد أكيد يعني الموضوع بيبقى مضاعف بشكل كبير جدا. صحيح.